ودينا هو بأعلن على الجميع، يدي ممدودة للكابتن خالد الغندور، وبعتذر له على الهوى إذا كان صدر مني أي إساءة وإذا كان صدر مني أي خطأ، وبقول له سواء كنت أقصدك أو لا أقصدك حقك عليا، وتعالى نبدأ صفحة جديدة وكل واحد في حاله. لكن زي ما عملت مع مرتضى منصور، عملت مع خالد الغندور، وعملت مع غيرهم، مش عايز أقول أسماء لأن الحمد لله بقينا دلوقتي من أعز الأصدقاء، وناس كتيرة بتستجيب وناس كتير. بص أنا بشر وأخطائي كتير، أنا وأنت أخطأنا كتير، بس مين اللي ربنا كرمه بأنه عنده ملكة التسامح والاعتذار كان يصفي أول بأول؟ وأنا قلت لك أنا ملاك، وبكرة أغلط تاني وأعتذر تاني وأغلط تالت وأعتذر تالت، لأن الحياة كده، طول ما أنا عايش أغلط، زي ما بعمل الصح بعمل الغلط، وأكيد عندي سقطاتي وعندي انفعالاتي، ودايما وأبدا بتطلب أن ربنا يعفو وعفى الله عما سلف. فاللي عملته مع مرتضى منصور عملته مع خالد الغندور، ولا ده استجاب ولا ده استجاب، لا يعنيني، لكن أنا راضي وضميري مستريح. بالمناسبة عايز أقول لكم على حاجة، أنا قاعد أقول هو يا جماعة يعني أنا ما فيش حاجة صدرت مني تخلي الأستاذ مرتضى منصور يقول لي أنت رجعت ليه لقلة الأدب. لغاية ما النهاردة كلمني المستشار محمود العسل، وهو صديق عزيز ليا من زمان يعني، وراجل وقف جنبي كتير في قناة الحدث اليوم، لا أنكر ذلك يعني، وقف جنبي في الوقت اللي تخلى فيه عني محمد إسماعيل. فأنا بحب إن لو واحد عمل معايا موقف واحد لازم أذكره بكل احترام. فالعسل معايا صديق، كلمني قال لي على فكرة عشان ما تحترش، حوارك مع الأستاذ طارق جميل سعيد هو كان سبب زعل المستشار مرتضى منصور، ولكن مش الحوار، ظهور صورتك مع الأستاذ طارق جميل سعيد وانت متصور بالمجلد القانوني اللي مؤلفه المستشار شريف إسماعيل. قلت له طب وايه علاقة يعني الصورة دي ضايقته؟ قال لي لا الصورة دي ضايقته جدا، وبلغته رسالة مفادها انك انت شمتان في حبسه، وانك انت بتتمألس عليها، وانك انت بتقول له هتتحبس هتتحبس، وانا اول واحد فرحان في حبسك. قلت له حاشا وكلا، لا من طبع الشماتة ولا من طبع الفرح في الناس في كربهم، لان دي كبيرة من الكبائر حتى لو كان في عدوك. اوعى تشمت في عدوك، اوعى تشمت في عدوك، خد النصيحة دي مني، اوعى، لان الزمن دوار وكما تدين تدان. قال لي لا اصلك انت عارف مين شريف اسماعيل؟ قلت له والله ما اعرف. قال لي المستشار شريف اسماعيل هو اللي حكم على مرتضى منصور بالحبس 3 سنين في قضية سيد نوفل، وهو ما بيطيقوش ولا بيطيق اسمه، واشتكاه والراجل طلع صلاحية ولا ما طلعت صلاحية، المهم لما شاف المجلد فهم انك انت بتوجه له رسالة ان زي ما حبسك شريف اسماعيل هتتحبس هتتحبس مهما تعمل. قلت له والله العظيم ابدا، انا امبارح اعلنت ان يا جماعة حتى لو اختلف مع الاستاذ مرتضى منصور لن اختلف معه هو في كرب، ولن اختلف معه هو في ازمة، ولن اختلف معاه وهو في ورطة، لأن هذه ليست من أخلاقياتي، وزي ما عملت مع الأهلي لن أتكلم عن سلبيات، أعمل مع الزمالك والأستاذ مرتضى منصور لن أتكلم عن سلبيات، وله مني كل الاحترام والتقدير، ولكن إنه يفهم إن أنا شمتان فيه عشان اتصورت مع مجلد لشريف إسماعيل في صورة مع المحامي الشهير الأستاذ طارق جميل سعيد، فهو ظنه سيء. والله العظيم أول مرة أعرف إن شريف إسماعيل ده القاضي اللي حبسه. راح قال لي انا بس حبيت اقول لك هو زعلان ليه. رحت قلت له يا سيدي انا ابعت له رساله اوضح له فيها اني انا اول مره اعرف ان شريف اسماعيل القاضي هو اللي حبسه، وان هو بيتضايق من كتبه او بيتضايق من ظهور اسمه او الكلام ده كله. واخد بالك؟ وبالفعل رحت بعت رساله بكده
حتى قلت فيها للاستاذ مرتضى منصور لو عايز تزيحها زيحها. انا فخور بالرساله بالمكالمه اللي بيني ما بينك، وفخور باي رساله تسامح ببعتها لاي حد، بس انا حبيت اوضح لك اني انا اول مره اعرف ان شريف اسماعيل ده هو اللي صدر حكم ضدك، وانا ما اعرفش وانا لا شمتان فيك ولا لي علاقه تتحبس ولا ما تتحبسش. وفي نفس الوقت اذا كنت يا عم فهمت الموضوع ده غلط انا بوضحه لك، انا اول مره اعرف ان شريف اسماعيل ده هو اللي حبسك من الاستاذ محمود العسل، فكيف لا اعرف واشمت او ابعت لك رساله مفادها ان انا عايز ادمرك ولا احبسك؟ لا لا لا، ان بعض الظن اسم. فحبيت بس اوضح لكم الخلاف جه منين، وحبيت اوضح لكم في العلن لان انا باني العلاقه بيني ما بينكم على المصداقيه، واكبر حاجه تخلي البني ادم ناجح في حياته الصدق. الصدق يا جماعه، لان النهارده لما انا جيت قلت لكم كلمت الاستاذ مرتضى منصور في النص من شعبان، لما جه هو سرب المكالمه الاستاذ مرتضى منصور عادي خالص، كانت نصر وانصاف من الله عز وجل ليا. النهارده بقول لكم انا بعت رساله للاستاذ مرتضى عشان لو الاستاذ مرتضى برضه ينزلها ولا زاحه تبقوا عارفين، وفهمته ان انا ما اعرفش ان المستشار شريف اسماعيل ده حبسه ولا صدر منه وضد حكم، ولا اعرف ان هو بيكره شريف اسماعيل ولا سيرته ولا مجلداته. وانا بوضح اهو قدام الزملكاويه قبل الاهلاويه، انا ما اعرفش ان الصوره دي هتضايق الاستاذ مرتضى منصور، ولا فيها اي رساله للكيد ولا للشماته ضد الاستاذ مرتضى منصور. وانا الاستاذ مرتضى منصور مني كل الاحترام والتقدير، ولو زعلان يا عمي من الصوره حقك علينا مره تانيه وثالثه ورابعه وعشره، لان صفقتك اتقفلت معانا ومسامحينك، ونتمنى ان تسامحنا لان عن اب الرب كريم، وعايزين الناس كلها تبقى متسامحه. كمان في حاجه بس نصفي بيها النفوس قبل ما نمشي ونروح للكوره. اتكلمنا عن الاستاذ محمد الخالد الصحفي السعودي اللي كانت مستضيفاه قناه الزمالك، وتحدث معي المحترم الصديق العزيز وليد بك الفيل العضو البارز في النادي الاهلي والمحاضر المعروف في مجال الاعلام والصديق العزيز، وقال لي عبد الناصر في سوء تفاهم حاصل، محمد الخالد ملوش دعوه بالتطبيع، واللي انت زعته مش عارف بتاع فيك ولا مفبركه، فما كانش ينفع تتكلم الا لما تتحقق. وانا بثق في الدكتور وليد الفيل وبحترمه جدا، وقال لي انت قسيت على الاستاذ محمد الخالد وهو راجل سعودي محترم وهو في مصر ضيف علينا جميعا وله منا كل الاحترام والتقدير. وبعد مكالمة الدكتور وليد الفيل، لأن وليد الفيل له مكانة خاصة وعزيزة في قلبي، وهو رجل يعني فاضل ورجل محترم للغاية ومن الأهلوية الجدعان جدا 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 قبل ما يكون دكتور متخصص وله اسمه وله صولجانه واحترامه مع الجميع. بعد ما قاله الدكتور وليد الفيل لا أمتلك إلا أن أتقدم باعتذار للأستاذ المحترم محمد الخالد على أي لفظ صدر مني في حقه سبب له أزمة أو مشكلة، وبقول له أنت مرحب بيك في القاهرة وفوق دماغنا ضيفا عزيزا، وآسف جدا على أي لفظ خرج مني في حقك. وللدكتور وليد الفيل خالص التحية والتقدير والاحترام، وبقول له يا دكتور وليد والله يعني اتعلمت منك درسا جديدا، ان مش اي حد يبعت لي حاجه اصدقها، ووجب علي ان اتحقق من كل شيء قبل ان اقوله. وانا بعتذر حتى للدكتور وليد الفيل، لان الدكتور وليد الفيل عندما يقول لي ان الاستاذ محمد الخالد صديق لي فنعم الصداقه ونعم الاحترام. فحقك علينا يا استاذ محمد يا خالد، وحقك علينا يا دكتور وليد.